عندي سؤال عن القيد، بس هو سؤال مزدوج لانه في جانب له علاقه بالزمالك وجانب اخر له علاقه باتحاد الكوره، فهاخد من الناحيه بتاعه اتحاد الكوره بما انه كان في مستجدات وبعدين اجي لك شوقي. اتفضل يا عباس. اشتغاله. ها ايه اللي اشتغاله؟ موضوع القيد ده كله اشتغاله. يعني ايه؟ لعيبه الزمالك متايده. واللي حصل ده كله من يوم 31 يناير اشتغاله. اشرح. اشرح لك الموضوع. بص احنا كنا قلنا ان القيد اتوقف وبعدين رجعنا اتكلمنا لما سالتني قلت لك اتحاد الكوره اصبح منقسم. ولكن اتحاد الكوره لما راجع نفسه كده وشاف الموضوع والزمالك تحرك وراح للفيفا طلع فعلا انه الموضوع خدعه وكل الموضوع ده على الكارنيهات بتاعت اللعيبه. اللعيبه مقيده رسميا بغض النظر احنا كنا بنقول معلومات كنا بنقول معلومات واخدينها من مصادر ولكن اللعيبه دي مقيده وهقول لك بالدلائل ازاي هي مقيده واتحاد الكوره راجع نفسه في الموضوع ازاي وليه اتحاد الكوره تراجع في موضوعه. ولو هو عارف ان هو صح ما كانش بعت للفيفا والفيفا رد عليه وقال هو مش هو اللي بعت، هو بعت عن طريق الزمالك. الزمالك بعت والاتحاد بعت. الاثنين؟ هقول لك وهقول لك الزمالك بعت قال ايه بالظبط. طب يلا. مذكره الزمالك كانت قويه وكشفت بعض الامور لنادي الزمالك لاتحاد الكوره ما كانش واخد باله منها. اللي هي؟ اهمها انت دلوقتي بعت لي خطاب يوم 21 فبراير ونادي الزمالك بيقول انا الخطاب ده ما جاليش. بعت لي خطاب 21 ديسمبر. 21 فبراير ديسمبر. ديسمبر. بعت لي خطاب 21 ديسمبر مع الشهور انت عارف خليك خليك نعيب تبقى صح خليك معايا خليك معايا خليك معايا 21 12 12 خليك معايا شوقي قول شهر 12 شهر 12 في 21 ديسمبر اللي هو يبقى شهر ايه؟ اللي هو قبله كده هنبوظ الاشتغال اللي هو بعد نوفمبر على طول. ثانية واحدة بس ابريل اللي هو شهر ايه؟ لا 4 لا حافظ على فكرة والله. طب امال غرقان ليه دلوقتي؟ تحس اقول لك الشهور معلومتك هتتضرب بالنار لو انت مش حافظ الشهور. لا لا ما تقلقش لا حافظ الشهور ماشي ما تقلقش. فالموضوع لما الزمالك بعت مذكرة وانه ايقاف القيد من 21 ديسمبر فالمذكره بتاعت الزمالك بتوضح للفيفا طب انا موقف لي القيد وانت وقفت لي القيد عشان توقف القيد لازم تعمل لي بلوك على السيستم. فبلوك ده انا ما ايدش انا ما ارفعش لعيبه. ماشي. نمره واحده انا رفعت لعيبتي. نمره اثنين انا بعت البطاقه الدوليه ليوسف اوباما فتره الانتقالات يبقى انت فاتح لي السيستم. لو انت وقف لي القيد بالخطاب بتاعك. نمره ثلاثه انا بعت امام عاشور البطاقه الدوليه بتاعته الساعه 8 يوم 31 اللي اترفض فيه القيد. يعني اللي كان رايح يأيد اللعيبه. تمام. الاهم من ده كله انا عندي لعيب اسمه الغديري. سيد الغديري. انا جبت البطاقه الدوليه بتاعته في فتره الانتقالات الشتويه. طيب المفاجاه الاهم من ده كله انا كان عندي اربع لعيبه ده الزمالك والخطاب اللي جوه اتحاد الكره اللي اتبعت للفيفا انا كان عندي اربع لعيبه واحد اسمه سامسون ومصطفى شلبي وعبد الله محمد لاعب وعبد الله وعمر السيسي. دول ما كانوش متأيدين في القائمة الإفريقية. الأولانية. أنت قبلتهم ليا إمتى؟ قبلتهم ليا يوم 31 يوم 7 أنا آسف يوم 7 فبراير اللاعبة دي اتقبلت واترفعت أسمائها في القائمة الإفريقية على موقع الكاف. فبالتالي أنا السيستم مفتوح والقيد مفتوح وقيد التلات لعيبة زيهم زي الأربع لعيبة زيهم زي البطاقات الدولية اللي اتبعتت فبالتالي أنا السيستم مفتوح ما اتقفلش. عشان كده اتحاد الكرة خد خطوة لورا لما كان في انقسام وبدا يقول لك انا هحول الموضوع لجنه التظلمات لانه الزمالك بعت برضه شكوى لجنه التظلمات عشان في ناس بتقول لك هو ليه حولها. ماشي. ولكن في النهايه القرار اللي هيطلع هو قيد اللعيبه لان الزمالك ما عندوش اي غلط والزمالك لو اللعيبه بتاعته ما تمش اعلان قيدها الاسبوع ده الاضرار اللي ممكن او الحقوق اللي ممكن ياخدها من شكوى اتحاد الكوره هتبقى كبيره جدا. هو السؤال بقى ليه لما هو القيد سليم او تم قيد اللعيبه ما خرجولهمش الكارنيهات وقالوا لهم لو خرجت الكارنيهات هتبقى بتاريخ السنه الجديده وده او بتاريخ الشهر الجديد وده معناه شهر 2 يعني وده هيبقى فيه مشكله كبيره جدا جدا لانه ما ينفعش انت لعيب لازم اخر كارنيه يبقى طالع له بيوم 31 ما ينفعش يبقى طالع بفبراير. طيب ليه بقى ليه وقفوا عند الحته دي اتحاد الكوره قال انه ودايما كان بيروج للجزئيه دي؟ لانه اتحاد الكوره لما اخرج بيان يوم 31 الساعه 12 بالظبط هو البيان ده اللي لبسه. البيان ده بمعنى اصح انا قلت بيان الصيغه بتاعته هي منع قيد ولكن اتحاد الكرة انا ما منعتش قيد انا كل الموضوع ان انا مش هديك الكرنهات فلاعبتك مش هتلعب فبالتالي انا هاخد فلوسي هديك الكرنهات. دي كل المشكله اللي حصلت واحنا اتكلمنا على منع قيد وناس منقسمه لكن في النهايه برضو لا عشان نبقى احنا منصفين في النقل للناس انه اللعيبه متايده واللعيبه على السيستم ومن حقها تلعب ماتش الجمعه الجاي والتظلمات هتحكم للعيبه واذا ما حكمتش الزمالك لو راح للفيفا بربع جنيه هيعرف يسجل لعيبته. ففي النهايه انا بقول لك ان دي كانت خدعه وخلصت من اجل الكرنهات ومن اجل ان هم ياخدوا الفلوس والاتحاد الكوره يوم الاحد هيبقى وصلوا في حدود 10 مليون جنيه ووصلوا شيكات برضه والشيكات بس اصبحت مفتوحه بمعنى ان هي مش موقعه من نادي الزمالك. اجمالا كده اتحاد الكوره ورط نفسه في موضوع الخلاصه المكسب فيه في الاخر
طلع نادي الزمالك منتصر 80 40 90 مليون مره، وطلع انه في موقف متاخد ضد الزمالك. بالظبط صح كده ولا بالظبط صح جدا.